باشرت بلدية سيدي بالعباس حملة تطعيم شاملة للموظفي بمختلف المصالح بمقر المجلس الشعبي البلدي بالتنسيق مع مؤسسة الصحة الجوارية وتحت إشراف الطاقم الطبي. الحملة تأتي ضمن التزام مصالح البلدية بتوجيهات السلطات العليا للبلاد في التشجيع على أخذ اللقاحات ضد فيروس كوفيد-19، بالإضافة إلى حرص البلدية على صحة موظفي القطاع ورعايتهم من أجل بيئة عمل صحية وآمنة تمنع تفشي فيروس كورونا. تغطية لحسن هاشمي وبالحاج فرحات. شكراً. يعني حاجة عادية. انا درت الفاكسان الاولى بزاوجة أسترا، راني جايه ندير ثالثه وجاتني لا غريب، وهم يقولوا لنا وحدين ما ديروش الفاكسان، مي غادي نديرها باسكو هذه مليحه الفاكسان، وننصح كاع الشعب الجزائري باش يدير الفاكسان تاعو. المؤسسه الصحه الجواريه سيدي بالعباس بالتنسيق مع البلديه انا نقوم في بالتلقيح لعمال البلديه وكذلك المواطنين. حلينا هذا البوان دو فاكسيناسيون، يعني هذا النقطه تاع التلقيح للعمال نتاع البلديه وجميع، رانا نشوفوا اليوم كاين اقبال الحمد لله، الناس كاين واحد كاين اقبال حتى المواطنين، اقبال المواطنين من كل شوارع، يعني عمال البلديه وكذلك العمال الناس اللي توفنون، الناس اللي راها تجي تشوف لابلاك اللي راها مع الكابرا ويدخلوا بور سو فاكسيني. هنا يبرهن بلي كاين وعي الحمد لله، راه كاين الناس عاودت راه تحول لستولي الفاكسيناسيون. تكلمنا احنا في الايام في ديسمبر بلي الوعي كان شويه ناقص منا، ولكن هذه الايامات راه عاود الناس فقط بلي الفاكسيناسيون هو الحل الوحيد، والحمد لله نطلبوا من هاد الناس اللي مازال ما تفاكسينوش اللي راهم غايبين على هذه النقطه الحساسه، نقول لهم كاين الناس اللي مازالوا في لو بي اش راهم مرضى وراهم الله يشافيهم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. السيد بنويس بشير نائب رئيس بلدية سيدي بالعباس، نحن بلدية سيدي بالعباس قمنا بهذه الحملة الواسعة لفائدة عمال بلدية سيدي بالعباس وسكان مدينة سيدي بالعباس لضد كوفيد-19، وهذا بالتنسيق مع المؤسسة الجوارية الصحية لمدينة سيدي بالعباس لولاية سيدي بالعباس. وفي هذا الصدد نطلب من سكان مدينة سيدي بالعباس والجميع أن يتقربوا إلى مقر سيدي بالعباس لأخذ هذا اللقاح، وهذا لتفادي انتشار هذا المرض وفي الأخير نطلب من الله عز وجل أن يرفع علينا هذا الوباء